لكم بزاف، ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم ديال اليوم. اليوم غندير معكم طاجين بالبرقوق، باللحم والبرقوق، نتمنى انه يعجبكم، ويلا نبداو على بركه الله. يلا معايا، قبل ما نوريكم المقادير كنقدم واحد التحيه كبيره للناس ديال اكادير. كنت مشيت لاكادير، تهلاو فيا بزاف، وكنقول كنوجه لهم تحيه كبيره، كنقول لكم شكرا بزاف حيت تهليتوا فيا، ومرحبا بكم في كازا، وفي اي وقت مرحبا بكم. ايوا نبداو على بركه الله. اللحم، اللحم البقري هذا 2 كيلو، الخرقوم، راس الحانوت ديال اللحم، سكينجبير، المليحه والبزار، القرفه، نص كاس ديال زيت العود، شويه ديال الثومه مطحونه، جوج بصله محكوكه، وجوج بصلات مشلضين، واللوز، وكاس كاس ديال الماء. ندعو على بركه الله. اول حاجه غنخمروا اللحم تقريبا شي ساعه، غنخمروه في العطريه. العطريه شنو غنديروا؟ هاد العطريه كامله غنديروها هنا، غنديروا معها نص كاس ديال الماء، تقريبا نص كاس ديال الماء. هاد اللحيمات الفران الحر ديرو تا هو معاهم، غنخليهم تقريبا شي ساعة، قدر 5 سوايع تخليهم في الثلاجة. أنا ما عنديش الوقت، غنخليهم غير ساعة. الطاجين ديالي درتو فوق فوق العود، درت فيه شوية الماء، غادي ندير هاد جوج بصلات مشلضين، وغادي ندير هاد البصلة محكوكة حكيتها، وغندير شويه ديال الثومه حتى هي معاهم. ايوا نخلي هاد البصله تشحر مزيان، وعاد نزيد عليها اللحم، حيت شويه ديال الملحه وشويه ديال الخرقوم بلدي. اما اللحم راه خليته في العطريه ديالته باش يشرب هذيك العطريه ويجي مشرمل. غنخلوها تهبط شويه البصله، عاد نديرو من فوقها اللحم. اللحم هادو اللي شربوا العطريه هما هادو، دابا غنديرهم على طلب الله. الطاجين ديالي تشحر مزيان وشرب هذيك العطريه، دابا غندير عليه زيت العود وشويه الربيع ومعدنوس، نحطهم هنا، وزيت العود، نص كاس ديال زيت العود. علاش درت زيت العود حتى الاخر؟ حيت اللي درتو معاه في الاول مع العطريه ما غاديش اللحم غيشربش العطريه، حتى يتشحر لكم اللحم ولا الدجاج عاد ديروا الزيت، بالنسبه للزيت العادي ولا زيت العود خلوه حتى الاخر ديما. صافي تقريبا نخلي شي ساعة، حيت اللحم دغيا غادي يطيب ليا، قال البقري دغيا غادي يطيب، ومن بعد ما يطيب غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. أما البرقوق وهذا غسلته مزيان، غندير عليه الماء، نغطيه بالماء، نخليه يتسلق، طيب ليه مزيان، غندير عليه شويه القرفه وشويه العسل. اللي ما عندكمش العسل ديروا السكر سنيده، انا غندير شويه العسل من فوقه صافي، نخليه يتعسل. اما اللوز راني سلقته وقليته، ها هو صراحه نص قليته نص حرق ليا، هادشي علاش.
واجه احمر بزاف، راه تقريبا كله تحرق ليا. شريت كيلو قام منه غير شويه. جيت نهضر مع الوالده ونسيته، فاللي جيت نقلب لقيته كله تحرق، تقريبا خليت منه شويه. خليت دابا الطاجين ديالي كيطيب، نخليه يطيب ليا، يطيب مزيان وتشحر وتعسل، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالو. وغادي ندير عليه البيض، حتى هو البيض البلدي. غادي نمشي نسلق البرقوق ديالي وغادي نسلق البيض، اما اللوز راني صوبته صافي. هو هذا، ايوا ما عندكم فين تمشيو، غتبقاو معايا حتى الاخر وتشوفوا الشكل النهائي. وسمحوا لي بزاف، غبرت عليكم غبره ديال بصح، ولكن رجعت دابا غنولي تقريبا غنولوح لكم كل سيمانه جوج فيديو ديال بحال هكا شي طويجين ولا شي شهيوه، وفيديو ديال ديسير. هذا هو جهدي معكم. ايوا نخليكم دابا مع داكم فين تمشيو، بقاو معايا حتى الاخر نوريكم الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي. اول برقوق ديالي غادي نسلقو دابا. الطاجين ديالي صافي طاب، تقريبا ساعة خدا لي الوقت. علاش دابا غادي ندير ليه البرقوق وندير ليه اللوز. غير السمن ما درتوش في الاول، ولكن غنديرو حتى الاخر، ما نسيت ما درتوش ما وريتكمش. السكر اختياري، واش ديرو معايا القد ديروها دابا باش يتعسل مزيان ديروها، انا ما كنبغيش ندير السكر، كنبغي نخليه طبيعي يبقى داك المذاق ديال اللحم ما يتبدلش. صافي غنحيدو دابا وغندير فوق اللوز والبرقوق والبيض. هاهو البرقوق عسلتو، هاهو الطاجين ديالي طاب صافي، البيض تاهو سلقتو قطعتو، واللوز راني قلت لكم كنت شريت كيلو تقريبا كله تحرق ليا، بقى ليا غير شويه. صافي هاهو الطاجين طاب، دابا غادي ندير البرقوق والبيض نوريكم الشكل النهائي ديالو. البرقوق راني قلت لكم سلقته مزيان، ومن بعد درت عليه العسل وشويه القرفه، حتى تسلق عاد درت ليه العسل والقرفه وخليته يتعسل. البرقوق راه شاط ليه هنا، دابا غادي ندير البيض مسلوق. صافي هو هذا الطواجين ديالي، وهذا الشكل النهائي ديالو. الطاجين ديالي وجد، وهذا الشكل النهائي ديالو. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وسمحوا لي بزاف حيت غبرت عليكم، ونتمنى انكم تجربوه، راه ساهل وبسيط. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ونقول لكم تهلاو في راسكم، وان شاء الله بحول الله غنبقى ديما نشارك معكم اي حاجه طيبتها نبقى نشاركها معكم. نتمنى ان هذا الشيء يعجبكم، ونتمنى اني نكون خفيف عليكم، خفيف على قلب ديالكم. ايوا نخليكم دابا ونقول لكم تهلاو في راسكم ونهاركم مبروك. الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله، يلا بسلامه عليكم.